في كل عام تطلق الكلية الجامعية جائزة البحث العلمي، واليوم سنكرم الفرق في عمادات الهندسة والنظم الذكية وعمادة تكنولوجيا المعلومات. الحاصلون على المركز الأول كمال محمد أبو جلالة ومعتصم فوزي أبو سنجر، يتقدمهم مشرفهم المهندس صالح أبو شعبان، فليتفضلوا على بركة الله. الحاصلون على المركز الأول في جائزة البحث العلمي في عمادة تكنولوجيا المعلومات: الطلبة أحمد كمال كلوب، حمزة عائد الخليلي، فراس جلال الخضري. وكنا نود أن يتقدمهم مشرفهم الدكتور أحمد الدحدوح لكنه خارج البلاد، فليتفضل الطلبة على بركة الله. ولكل ناجحين بدي أشوف الكاف